أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وهو الذي جعل
للذين يمشون على الأرض هونا Oh,
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم.